فمن هنا الإخوان لما جم لمصر جم في إطار تنفيذ سياسة أو استراتيجية تحقق مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. إيه مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة؟ الولايات المتحدة حددت لنفسها القرن 21 ليكون قرن أمريكي، بمعنى أن تسيطر على العالم بعد أن أصبحت القطب الأوحد اعتبارا من سقوط الاتحاد السوفيتي، فأصبحت هي القطب الأوحد، تريد أن يستمر هذه القطبية على مدى القرن 21. عشان تستمر هذه القطبية قسمت العالم، أفريقيا كلها تولاها الاتحاد الأوروبي، ودي بتاعته بمشاكلها بثرواتها بكل الكلام ده كله. المنطقة الشرق الأوسط التي تحوز من قزوين لحد من بحر قزوين وجايين لحد البحر الأحمر، دي فيها حوالي 70% من بترول العالم. أمريكا تعدادها بالنسبة لتعداد العالم كام؟ 4.6%. بتستهلك هي من بترول العالم قد إيه؟ 60%، وما عندهاش استعداد تتنازل عن هذه الكمية. إذن لابد لأمريكا أن تسيطر على هذه المنطقة التي تحوز على 70% من احتياط الطاقة في العالم. طيب خلاص هي قسمت العالم، هذه المنطقة اللي هي منطقة الشرق الأوسط تشمل من أفغانستان وباكستان وإيران، وإحنا جايين الجزيرة العربية، اللي يكون فيها الشرطي الموجود الأمريكي وهو إسرائيل، السوبر باور بتاع المنطقة دي، يسيطر عليها لصالح إسرائيل. لكي تسلمها إلى إسرائيل في متناول إيدها، فلابد أن تكون منزوعة القوة، أي في متناول إيد إسرائيل، إن هي أي دولة تتعامل معها. تمام؟ ده بقى نيجي للمسرح الإقليمي أهو اللي هو على مستوى إسرائيل. فإسرائيل هنا لها مصالح، نيجي لمين تاني بقى اللي طامع في حاجة إقليمية عايز يبقى ليه يد وليه ولاية إقليمية؟ تركيا طامع في مش قادرة تخش في الاتحاد الأوروبي، ليها مطامع إقليمية، يبقى إيه؟ فلتتوجه إلى إيه؟ ملك الآباء من قبل. فده إحنا هنا ما بين السندان والمطرقة، والأسوأ منهم بقى اللي توظف ليهم اللي هو تنظيم الإخوان، قال لهم إيه؟ نحن خدم لكم. دي البداية من هنا. فلما جم الإخوان وتولوا حكم مصر ما قدروش إيه؟ يخدموا عن الولايات المتحدة الفترة الكافية، وأسقطهم الشعب. ومش هنروح لبعيد، ده لسه عندنا اللي هو رئيس الأركان الأمريكي اللي تصريحه لسه الحبر بتاعه ما جفش لحد دلوقتي، اللي هو قال إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير سوريا. أيوه. تمام؟ أيوه. فلما جه سقطت أو هذه الثورة أسقطت حكم الإخوان بما كان يخدم على الولايات المتحدة بما ليس في صالح مصر، وبرضو بسرعة عشان نقول إن الأهداف الأمريكية كانت عايزة إيه؟ أمريكا عايزة إيه من المنطقة؟ عايزة في إسرائيل لها مشكلتين هم اللي عاملين قلاقل في المنطقة كلها. المشكلة الأولى إن إسرائيل استهلكت او استولت على جزء من الضفه الغربيه الفلسطينيه حوالي 700 كيلومتر مربع، وحطت فيهم كام حزام من المستعمرات وغير قابل انها تتنازل عنه. الفلسطينيين متمسكين بهذا الحق. طيب يحلوا المشكله دي ازاي؟ تفتق ذهن الاسرائيليين والامريكان ان هم يدوا الارض ديت من سيناء تضاف الى قطاع غزه، وتبقى هناك وتبادل الارض. هم يا دوب يدونا مثلا ايه 25 كيلو متر مربع من ايه من النقب، حته كده يعني ايه حاره او حته صحراء صغيره كده، اسمه تبادل. دي الحاجه الثانيه اللي هي الود الاسوا والاخطر اللي احنا بنواجهها النهارده، ان نلم كل التجمعات الارهابيه في العالم اللي هي تحت مسمى الاسلاميه دي تيجي في سيناء لسبب، هو المغزى او اللي فاهمينه الاخوان ان هم يجيبوا كل الناس الاسلاميين دول ويسيطروا عليهم ويعلنوا اماره اسلاميه في سبيل ايه؟ اعلان دوله الخلافه الاسلاميه اللي بيحلم بها الاخوان، ولا يعلموا ان ده طعم محطوط لهم من الامريكان. هنا بيلموا كل الارهابيين هنا، لان عشان تسيطر امريكا على دول العالم هي اللي هو اللي بنقول عليها دلوقتي اللي هي المرحله الرابعه او الجيل الرابع من الحروب، اللي هي تفضي الدولة من جوه، تخربها من جوه. بمين؟ بتنظيمات ارهابية، زي ما بدأت عندنا سوريا دلوقتي. سوريا فيها تنظيمات ارهابية، طب عايزة تخلص منها بعد ايه؟ وبتجهز دلوقتي لجنيف 2. طب بعد الناس اللي هم هناك في القاعدة وخلافه اللي هم في سوريا، بعد كده هيروحوا فين؟ هيجوا على سيناء. طب تنظيم القاعدة اللي هو في أفغانستان لو تركته أمريكا هيقلب الحكم تاني يوم، هاتوا على مصر. في تنظيمات سلفية كتير في إفريقيا. طيب. كل ده جابته هنا ليه؟ بس في حاجة واحدة، إن لو أعلنت هنا
في سيناء إمارة إسلامية. إسرائيل بتحلم بحاجة أهم من ده كله، أن تعلن إسرائيل يهودية الدولة. وإذا أعلنت يهودية الدولة طبعا من غير حاجة زي دي العالم هيقف ضدها، لأن في 2 مليون واحد مش يهودي ضمن دولة إسرائيل، معنى كده أنها تطردهم، منهم 1.5 فلسطيني من عرب 48 ونص مليون من قوميات أخرى موجودة زي الدروز وخلافه في إسرائيل. فإذا هو يعلن إمارة إسلامية، إسرائيل تعلن دولة يهودية وتطرد الفلسطينيين من هناك، دي كانت المصيبة الكبرى. طب يا